السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخيم أهالي الحمزة الغربي ساحة التحرير جار إعداد سلة غذائية لإخوتكم بساحة التحرير. شاركونا البث شاركونا البث. حط الصندوق وقف على الصندوق. نذهب صندوق بالبداية منه. لا اي هذا اي هاي هيك يلا سوي سلاته واليدي. شاركونا البث اخوان شاركونا البث. حياكم الله جميعا. مصادف يوم السبت 27/6/2020 الساعة 5:10. حياكم الله جميعا. راح نسوي سلات غذائيه لاخوتكم ساحه التحرير، بعد ذلك نبدا بعمليه نسوي عشاء لاخوتكم تمن وباميه ساحه التحرير. شاركونا البث اخوان شاركونا البث، ضروري شاركونا البث. شاركونا البث، ممكن تشارك البث ايضا يتبرع عنا شخص. اي واحد عنده تبرع مادي تبرع مواد غذائيه رقمي اسفل الشاشه. حياك الله شيماء. اي واحد عنده تبرع اخوان تبرع مادي تبرع مواد غذائيه رقمي اسفل الشاشه تواصلوا معنا على الواتساب. حياكم الله جميعا. مخيم اهالي الحمزه الغربي ساحه التحرير نسوي لهم سلات غذائية لإخوتكم بساحة التحرير. بوتيتا طماطم باذنجان بصل. طبعا هاي السلات الغذائية فكرتنا كانت من البداية لأن أكو شباب مدى إلى حق يأكل مثلا بالثنتين بالليل يجوع، احنا نسوي له سلة غذائية إضافة إلى وجبة الأكل اللي نسويها احنا الغداء والعشاء حتى شنو ما يجوع. شاركونا البث اخوان شاركونا البث. ساحة التحرير عزيزي ساحة التحرير. ان شاء الله موعدنا 1/7 موعدنا 1/7 ان شاء الله. هاك احمد عطاش موعدنا 1/7 لاكمال الحقوق لاكمال بقية المطالب الاعتصام الكامل أمام مجلس النواب، الضغط على مجلس النواب من أجل إكمال القوانين المتمثلة بتحديد موعد الانتخابات الضروري، إكمال قانون الانتخابات ومحاسبة قتلة المتظاهرين. ماكو تراجع عن هاي. أي واحد يا إخوان تشوفوه يخالف هذا الشيء هذا مدفوع الثمن، مدفوع عليه يريد يبقى يريد يبقي الناس هنا بالتحرير لان هو دافعي له. تمام؟ لان انت ايش عندك باقي بالتحرير اصلا؟ انت افضل وقت ممكن تحصل مطالبك هي هسه الان هسه او 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 لا او بلاها. دام ميسان يابا تواصلوا وياه على الواتساب رقمي اسفل الشاشه شاركونا البث اخوان. يعني ضروري انتم من تشوفون موضوع باكل موضوع هاي تشاركون البث لان اخوتكم هنا من تشارك البث ممكن يطلع متبرع وتتكون وسيله لنقل الخير لاخوتكم المتظاهرين. فدائما شاركونا البث رحم الله والديكم. كل واحد فد 20 مشاركه. الانترنت اليوم جدا ضعيف. ان شاء الله موعدنا 1/7 كونوا ويانا 1/7 اعتصام كامل امام المنطقه الخضراء امام مجلس النواب. التجمع يكون دعوه عامه تجمع والدخول من هناك. نعم لاسترجاع بقيه الحقوق. حياك الله حياك. اخذ اخذ علاقه اخذ تعال خذ. ماي ماكو؟ لا يجين ان شاء الله ماي ونعطيكم ان شاء الله الف عافيه. الدلل الدلل حبيبي. شاركونا البث اخوان شاركونا البث.
طبعا مطالبنا اخوان، اللي خايف اكيد عزيزتي سمر، اكيد بحل مجلس النواب، اكيد ما انت تحديد موعد انتخابات واكمال قانون انتخابات معناه حل مجلس النواب عزيزتي، لا شنو يعني انت بالانتخابات المبكره يعني شنو تحديد موعد؟ اصلا مجلس النواب فاقد شرعي نتعامل وياه حتى يحقق لنا هاي المطالب، يعني هن ثلاث نقاط، لان هي يعني شوي اللي يفهم بالسياسه يفهم على اللي جاي يحكي. يعني انت مضطر تطلب منه، لان هو هذا دوره نفسه بوحده، تحديد موعد انتخابات، اكمال قانون الانتخابات، محاسبه قتلة المتظاهرين، الاساسيات هن ذني، اعتصام كامل امام مجلس النواب، مسيره كل بقي كذلك اضافه الى بغداد، مسيره سلميه منظمه، اعتصام كامل، ما نرجع ان شاء الله دون تحقيق هذه الثلاث نقاط. رحمه الله يحفظك، بس انت وكم شريف بقيت رقم الظروف. الحمد لله والشكر عزيزتي، بقينا احنا لان احنا بقينا من اجلكم، بقينا من اجل العراق، بقينا من اجل سعادتكم، بقينا من اجل ارجاع الوطن برقبتنا شهداء، فهذا ما يملي علينا ضميرنا. حياك الله، اخذ علاقة حبيبي. قل الخيام اللي بصفك، قل له تعال خذ لك سلة غذائية من خيمة الحمزة حبيبي. موعدنا ان شاء الله 1/7. اخوان ليش ما شاركونا البث؟ ليش هيك البث نازل؟ اعطيناكم، اخذ هذا علاقة. تبون بشفت الليلي؟ ها اخذ لك علاقة. راح تنزل جوا للخندق؟ حاج الناس قل لهم تعال صعد الخيمة الحمزة خذ لكم سلة. يلا اخوي شاركونا البث اخوان. استاذ علي وين التجمع؟ 1/7 عزيزي، جانب الكرخ 1/7. يوم ويا الصبح انتظر البث مالتك. حياك الله عزيزتي، والله البارحه ما نمنا، ما تشوفون انتم رمي وشغلات. حياك الله عزيزتي، لا والله مو اقرا تعليقك، ليش لا؟ اليوم النجف حضر حتى بكل شوارع الجيش. زين أريد أسألك سؤال عزيزي، المحاضرين من نجوا بوقت الحظر، بوقت الحظر وسمحوا لهم واعتصموا يوميا امام وزاره الصحه على وزير الصحه، شو ما حد يقول لهم؟ لا عزيزي، لا الموضوع ما يتعلق لا بحظر ولا ابد. بعدين احنا اعطيناهم مهله من 1/7. اذا همهم الشعب ويخافون على الشعب، خلينا بدون هاي المطالب، المطالب واضحه عندهم 1/7 يقدرون. عدم 1/7 يا ينفذون هاي المطالب مالتنا، يا مباشرة اعتصام يكون أمام مجلس النواب. الحال يا أحلى الحياة إن شاء الله عزيز. كل شيء معكم باكر، شكو علي ميوزك. شو حار سلامتك أستاذ علي، مريض مبين. لا البارحة بالمسيرة ظليت أصيح. حياة سلمى يوهانس، الله يساعدكم البارحه قلوبنا وياكم. حياك الله عزيزتي، شاركونا البث اخوان. ليش هيك؟ لان البث جدا ضعيف. شاركونا البث. مخيم اهالي الحمزه الغربي ساحه التحرير، مثل ما تشوفون بدنا نسوي سلات غذائيه لاخوتكم المتظاهرين ساحه التحرير. دعم مادي، دعم مواد غذائيه، رقم اسفل الشاشه، تواصلوا وياه على الواتساب. سمر يا ريت لو تعممون لبس الكمامات والكفوف ودعتك، هذا الشيء راح نسويه ان شاء الله. احمد التميمي راح تنقل منشآت عزيزي، المنشآت راح تنقل. بعدين انت الشعب، انت مصدر السلطات عزيزي. بعدين احنا حاطيهم قدام الامر الواقع،
خلي مجلس النواب ينفذ هاي المطالب واحنا لا نوصلهم ولا ابد، ايش عندنا حتى نرجع لبيوتنا حتى نرجع؟ اما اذا تقول لي حاضر تبعوا هاي الامور، هذا ذن الحظر سياسي، هذا الحظر ما مخافة على الشعب، لا هذا حظر سياسي سحوله. بس الكاظمي جاي يشتغل ليش مو بمكان ما تظهرون عليه؟ سجاد باسم سؤال، والتحميداوي البارحة يصيحون زلم الحميداوي، يعني انت مفروض تحاكي ابن عشيرتك اللي يهدد بالكاظمي البارحة اصلا واول البارحة، هاي واحدة. اثنين، احنا الكاظمي بالموضوع اصلا، قلت لك عزيزي الكاظمي سلطة تنفيذية، احنا موضوعنا يم السلطة التشريعية اصلا، تمام؟ فتظاهراتنا اصلا ما راح تمس الكاظمي ولا توصله ولا تقول له لا. الرجل يشتغل صح، احنا اللي يشتغل صح، احنا مشكلتنا مشكلتنا عندنا واحدة اثنين ثلاثة تنفذ اي واحد، يعني مو تقول يعني تريد تميلني ها عميل ها، لا انت اي انسان يشتغل وفق ما يريد الشعب اكيد يمشي ويا الشعب. يعني انت مثلا فلان اشتغل ويا الشعب، ليش شنو المانع ما تمشي وياه مثلا؟ حبيبي تعال اخذ لك سله ابو ليد تعال، تمام؟ يعني انت موضوعنا احنا مجلس النواب عندنا، حبيبي الله يعزك، احنا مجلس النواب عندنا يمه ثلاث نقاط: تحديد موعد انتخابات يحدده هو هم السلطه التشريعيه، وكمال قانون انتخابات، ومحاسبه قتلة المتظاهرين. يبقى الكاظم هو السلطه التنفيذيه وهو ينفذ. ايدو الكاظم يظل صندوق. شوف خلي اقول لك شغله سيد حيدر، خلي اريحك بشغله، احنا مع كل شخص يشتغل البلده، تمام؟ المشكله مشكلتنا احنا اللي يشتغل مباشره انتهمه بالعماله. يعني انت يعني الشيء المخجل، يعني زين انتم الكاظم انتم حطيتوه، يعني انتم شلون نحط الكاظمي؟ هسه هم قاموا يتهموه العماله الامريكا وكذا وهاي الامور. واليوم قيس الخزعلي اليوم يقول البيان، طبعا شوف اخوان، تخيل اخوان حجم الكارثه. اليوم قيس الخزعلي يقول بيان العمليات المشتركه كتب امريكيا. بشرفك انت كانسان عراقي، من واحد مثل الخزعلي يقول البيان كتب امريكيا، شات البيان مالتك منين كتب؟ مو ايرانيا، لو انت من يمك غفور الرحيم ومن يمنا شديد العقاب، هاي وحده. الشغله الثانيه، العمليات المشتركه من ضمنها الحشد الشعبي، يعني الحشد الشعبي قام يتعامل ويا امريكا؟ يعني عيب، هسه هاي الامور عيب. وبعدين ذولكم شو هم بمكان ما سلموهم؟ انتم المفروض تسلموهم، قابل من تم القاء القبض عليهم، شلونكم شوهم؟ كم شوهم لقوهم يصلون مثلا صلاة الفجر، لقوهم حاطين منصة اطلاق صواريخ وعلى المطار، وتجي تخاطب الكاظم بكل، يعني ما اعرف شلون الطريقة اللي تسولف بها انت. يقول المفروض ما تتدخل بالمقاومة، المقاومة الامريكية، المقاومة المحتل خط احمر، لا قبلك سووها ولا انت مفروض تسووها. يعني انت تريدنا نظل طول العمر هذا يشمر صاروخ وانت تشمر صاروخ؟ زين انت من تخاطب، ترى الشعب شويه واعي، الشعب بدا يوعى، العالم تريد تعيش، زين شلون احنا اللي نريد نعيش؟ نظل يوم ويا هذول شامرين؟ عندك مجلسنا برلمان، بطلع المهاترات السياسيه الكل كذب في كذب. زين انت اذا هيك خايف عليهم يا قيس الخزعلي، اذا تقول مقاومه محتل، زين انت ليش ما لغيتوا الاتفاقيه الامنيه ولا الامريكان اللي تنص بزمن المالكي ولحد الان موجوده؟ تقول يحق للامريكان ضرب اي عدو داخل بغداد دون الرجوع لبغداد، يعني يحق لهم يضرب عدو بالنسبه لهم. زين انت ليش ما تحاكي مجلس النواب تقول له الغي؟ يعني ما يحتاج لا سنه ولا اكراد، انتم عندنا احنا 200 نائب شيعي يقدر تصوتون على اي قرار، بس انتم ما تريدون اللغه لان انتم تستغلونه سياسيا، تريدون فلان يضربكم صاروخ فلان ها حتى تميلون تعاطف الشعب، وماما ايران وغير ايران تبوق وتطلع قبل. هسه انت تضحك علي، تضحكون على اليمن، يعني مو انت ترى، مو انت اللي يعرف بالسياسه الشعب مو يفضحكم؟ مو شعبنا ثلاث ارباع خريج وقاعد وما عنده غير السياسه، ولا هسه شو يحتاج؟ هسه انا طلابي اقول له ابويا
شنو البرلمان يقول لي سارقه حرامية وكذابين. وان شاركونا البث رحم الله والديه. فانت اظن انتم اللي حطيتوا وانت اليوم بلسانك. زين سؤال انا سؤال اخوان الكل ذيل اخوان سؤالي الكل ذيل. انت يا قيس الخزعلي اليوم تقول تقول لي الكاظم من جاء بك ليس المتظاهرين وليس بإرادة المتظاهرين. قصدك يا هم المتظاهرين، احنا صرنا متظاهرين اليوم؟ لا عاد احنا قناتك مصيح جوكريه من الصبح لليل وضحكتوا على الشعب الشعب المنافق مع احترامه للزين وقام هم يصحون علينا جوكريه. انتم اثبتوا لكم على شغله، ترى عيب العالم تضحك عليكم والله. كبيركم العباس العالم قامت تضحك عليكم. زين انت الصيح متظاهرين وقناتك وربعك الصيح جوكريه. البقيه ماكو احد ما يصيح جوكريه تابع للاحزاب، وقاده الاحزاب كلهم يقولون علينا متظاهرين، فوين الموضوع؟ لو احنا نصير متظاهرين وفق المصلحه، شو وقت ما تريدون متظاهرين نكون متظاهرين. انتم نعيق الغربان، عندكم غربان صيحوا لهم جوكريه، صاحوا جوكريه، صيحوا لهم متظاهرين، صاحوا متظاهرين. شنو هالتناقض؟ شنو هالتناقض اللي عندكم؟ هذا دم. وراه يقول الدم الذي سال من اجل في التظاهرات من اجل انتخابات مبكره، هاي يعني انتم تدرون اكو دم سال وتقولوا وشهداء وساكتين عليه، يعني انت تعرف احنا هاي مطالبنا. زين ليش احنا صار لنا 8 اشهر؟ زين انت وينك على الانتخابات المبكره؟ لو هسه قمت تريدها. شاركونا البث اخوان. صحيح وقعوا قرار تقليل رواتب اكيد عزيزي وتم وانتهى موضوع قرار رفع هوي. اخوان شاركونا البث. يا الله. شاركونا البث اخوان، كل واحد فد 20 مشاركة، الانترنت جدا ضعيف. افترونا على الخيام، اي واحد يجي خلي ياخذ سله غذائيه. يلا ولد، يلا ابوي. بعدين يا قيس الخزعلي انت من تقول البيان كتب امريكيين، ترى هاي عيب، هاي اهانه لدولتك. انا اشوفها زحمه، شلون تقول البيان كتب امريكيين؟ زين انتم بيانكم مو يكتب خامنائيا؟ مو لو لا، بيانكم يكتب خامنائيا. الأوامر تجي من خمناي، هدي هدي، علي علي، هاي يعني. زين يعني أنت بيان من عمليات. زين العمليات المشتركة بها الحشد الشعبي. ها حبيبي تعال خذ لك سلة غذائية. صح الشباب، أي واحد خيمة من يمك قل له تعال خذ لك سلة غذائية. بعدين البيان من الزحمة شوية. زحمه بش يصدر من قاده العمليات من العمليات المشتركه بها الحشد الشعبي. يعني انت البيان من ينزل لازم الحشد الشعبي يعني هم ينوي. يا اخوان تعرفون شنو كلمه العمليات المشتركه؟ خاف ما تعرفون شنو العمليات المشتركه. العمليات المشتركه يعني جميع صنوف الجيش العراقي المتمثله بالحشد الشعبي، وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، جهاز مكافحه الارهاب، الوطن، هاي كلها تجتمع. زين شلون كتب امريكيين يعني؟ يعني المرجعيه امريكيه؟ شنو هالخلط؟ شنو هالكلام؟ انتم ليش اللي زين بعدين انت اللي كم شو هم مفروض انتم اللي تسلموهم؟ لان هاي اساءه، هاي طلعوا يستعرضون ويهددون دوله، امن دوله يهددوه، هاي وين هاي؟ هاي شنو هاي؟ انتم هاي تريدون؟ تريدون دوله ضعيفه؟ انتم ابد ما تريدون دوله قويه، هاي عصابات هاي. احنا مو دوله مؤسسات، دوله عصابات. تعرفوا الشعب العراقي وعوا وعرفوا وفهم اللعبه. بيان يصدر عمليات، ولو انا متاكد انكم عندكم المرجعيه ايضا امريكيه، لان ولا تتبعوها ولا. شاركونا البث اخوان، شاركونا البث، الانترنت اخوان جدا ضعيف.
مخيم أهالي الحمزة الغربي ساحة التحرير. ساحة التحرير مثل ما تشوفون بدنا نسوي سلات غذائية لأخوتكم المتظاهرين. لولو ما عندي معلومة عن الخبر عزيزتي. اخوان اذا واحد كان عنده دعم مادي، دعم مواد غذائية، ادعم الموكب، رقمي اسفل الشاشة، تواصلوا وياي على الواتساب. اذا كان عندك دعم مادي، دعم مواد غذائية، رقمي اسفل الشاشة، تواصلوا ويانا على الواتساب. حياكم الله حبيبي. السلام عليكم. حياك الله. اخذ لك سلم. وربعك اللي مننا اي خيمة قل له تعال خيمة الحمزة اخذ لك سلة غذائية. شاركونا البث اخوان، شاركونا البث. رحم الله والديكم. حياك الله. حياك الله. دلل دلل دلل. قول بهار مع عصابات. لا شنو عزيزتي، مو هاي العصابات اللي تقول عليها من تنظر لك، تنظر لك باستشراف وكذا، وكثير من الشعب العراقي يتبع يعني يستغلوها عاطفيا، موضوع شيعة ومذهب وهاي الامور، كأن يعني انت تخيل اي شيء خالفه قال امريكيه. ليش؟ اوكي، اي شيء خالفهم يقولون عليه امريكيا. زين ليش امريكيا؟ يعني زين تمام، وين النقد البناء؟ ستة ليش تسويني قبل امريكيا؟ ليش موضوع امريكيا؟ يعني انا البارحه انا نوبات اشوف بالتعليقات واحد قال كاتب لي ها شو غلستوا على موضوع مثلا 1/7 وشو اليوم طلعتوا تساندون الجهاز وانتم منافقين وهاي الامور هاي الامور. ظل صافن صراحه، ظل صافن يعني ما رديت عليه. تدرون ليش؟ لان عقل انشل من غبائه. نوبات العقل انشل من كميه الغباء، كميه الغباء. زين احنا موضوعنا سياسي، موضوعنا سياسي مو موضوعنا حكومه. ان الشعب ما يميز حاليا بين اسقاط دوله واسقاط حكومه. اخوان اسقاط دوله يعني اسقاط جميع مفاصل الدوله متعلقه امنيا وعسكريا، وهذا ما يرهم، هذا ما يصير. هاي هنا الخراب. انت رايح الى الهاويه، انت هيك تودي دولتك للهاويه. احنا البارحه من طلعنا وساندنا الجهاز الامر تعلق بالامن القومي. تعال طم علاقكم حسان، الموضوع يتعلق بالامن القومي. حياك الله. كل الهلا. خليك هلا خذ دلل. الف عافيه. الموضوع يتعلق بالامن القومي او كرامه بلد. انتم خاف ما تعرفون شنو كرامه بلد؟ يعني انتم عبالكم العراق اول بارحه هذول من يستعرضون ويستعرضون بالخضراء ولا تندق بنا الكاظمي. انتم تعرفون الدول الخليجيه العالم يبغى يضحك علينا؟ كرامه دوله بدون كرامه؟ انت هنا ما عندك كرامه اصلا. الموضوع عندما يتعلق بامر بامن دوله، لا هنا توقف. هنا عندك شعب، عندك ارواح، عندك نظام، تمام؟ اسقاط حكومه واحد، تمام؟ اسقاط برلمان واحد، اسقاط دوله واحد. يعني انت من تطلع الساند جهازك من الساند قواتك الامنيه حبيبي. تعال اخذ لك علاقه. هذا تفر مباشرة على موضوع وحدة وحدة حبيبي. ها؟ أنا والولد بصفك خيمة، تريد تطل خيمة خذ لك علاقة ثانية. فلا لازم يكون الإنسان على قدر كبير من الوعي. يعني هسه انت باعتبارك صار لك 18 سنة لازم تفهم بالسياسة. أي واحد انتقاده يكون بناء ها مباشرة امريكيا. يعني مناظرة انا وقيس الخزعلي الله شاهد، اخليه يشرد. انت ليش اي بيان ينحكي؟ قلت امريكيا. زين تمام قلت امريكيا. انت اليوم انا من انتقدك وحاكيك انت بنفسك تقول ان الحكومة فاسدة. يعني انت
اعتبلس انا يقول اثبت النظام السياسي فشله فشلا ذريعا. زين انت كم نائب عندك يمثلك؟ كم نائب بنائب؟ ما هي الحكومه كلها لكم. زين انت من تقول اثبت النظام البرلماني فشله، يعني انت جاي تعترف بفشل. زين من اني اقول يابا انتم فاشلين، انتم وديتوا البلد للهاويه، المجرم القاتل لازم نسوقه للسجون. ليش نحن نتحول امريكيان؟ ليش فجاه نتحول احنا عملاء لامريكا وكذا؟ زين ما هو فشلنا فشل ذريعا. زين يعني شلون يعني مثلا اتوسل شلون ارد اعالج هذا الموضوع؟ شلون اعالجه؟ ليش الموضوع يتعلق مباشره؟ زين انت من تنطق، زين يعني انت من يعني هسه انا كمواطن عراقي واسمعك تقول بيان العمليات المشتركه كتب امريكيا، يعني انا ما ظل صافن على حالي واقول صدق يا الله. يعني هسه انا اقول الجيش العراقي امريكي، صراحه المفروض اجرم عليها، المفروض حتى اي ضابط يشتكي عليه، لان انا دا اسيء لهم، اسيء للمؤسسه العسكريه. تمام؟ زين انت عمليات مشتركه تطلع ببيان متمثله داخليه دفاع من وطني مخابرات جهاز مكافحه الارهاب حشد شعبي. زين انت الحشد الشعبي هنا لحته بالحكايه، لحت الالويه السستانيه بهاي المعنى نريد نقول. اين من هاي الافعال؟ بعدين الجماعه منكم شوهم استحيتوا، الجماعه منكم شو منكم شو ما جاي يصلون، ما جاي يختمون القران، حاطين منصه اطلاق صواريخ وطي يوم شامر على الخضراء، يوم شامر على ويا ريت يم محيط السفاره، مو هاي بنى تحتيه وبنى الدوله. بعدين انتم من تضربون السفاره الامريكيه عبارك السفاره الامريكيه يظل قاعد وساكت، انا غصبا علي الحكومه شيل وانطي فلوس. عليكم السلام، اخذ لك سله حبيبي، اخذ واحده حبيبي. مو انا ادفع فلوس مثلا، اي ضرر تصير بالسفاره لان باعتبارها موجوده على ارض عراقيه، وانا لازم اوفر له الحمايه. شلون اوفر له الحمايه؟ على الاقل انطي فلوس، مو هاي كلها دفع من الحكومه. وانت جاي شوف اقتصادنا منهار، اذا همك العراق اصلا، اذا همكم العراق انتم اصلا، والله ولا يهمكم العراق ولا انتم يم العراق. يم العراق ما يهدد خوش، ما يسكت على السرقات موازنه الطير ويسكت. امن البلد وين؟ وينكم وين البلد انتم؟ زين انتم تشوفون اقتصادنا منهار، دولة على حافة الانهيار. لسه اول البارحة برلماني الفاشل جاي يقترض داخليا وخارجيا حتى يغطي رواتب. لا اكو خطة اقتصادية. على السنة ما معتمدين غير على النفط، لأن إيران ما تقبل. نحكيها بالعلن، إيران وأمريكا كذلك ما تقبل، هذا ما يقبل يخليني أكون قوي عسكريا، هذا ما يقبل أفتح لي مصنع، يبوقون بس بيه. زين انت مو كافي؟ كافي لو مو كافي؟ كافي، عيف الشعب هو يقرر ويختار. يا هو الحكي حكايه طب سكيته. زين مو الله فوق، هذا انت عبالك انت الكتل تخلصت منه؟ هو شنو عبالك خلصت منه انت؟ باكر يلا انا قدامك سكيتوني بطلقه. ان شاء الله فوق ويحاسب. الله فوق ويحاسب. ليش كتل طالع يطالب بحقه؟ الدستور كفله. الدستور كفلة هذا الشيء. ايش رايدين؟ يكون القرار عراقي، سياده، مصانع تشتغل، ناس تحب بلده. يا اخي احنا حاليا اللي يحب بلده يتهم امريكي. زين عم اللي يحب بلده ويتهم امريكيين كان اول امريكي عمي. انا اقول لك اعترف، لا يا انا اول امريكي. اذا كل واحد يحب بلده وتنادوا امريكيين. ايش دا ليش كل ما حوق ايش معنى موضوع امريكيين؟ ايش له الموضوع الامريكيين؟ يعني عمليات مشتركه يطلع ببيان يقول يابا دوله منظمه مش اشخاص رادوا يرمون الخضراء ورادوا يرمون المطار اعمال ارهابيه خارجه عن اراده الدوله، يعني دوله من تكمشهم تصير امريكيين؟ تصير خارج يعني هنا امريكيا تصير الزونه هذه.
ها يابا ما خل... يلا طيع اللاقة طيع اللاقة علي عليك شنو؟ قصدك سلة غذائية يريد؟ كم واحد انتم؟ ثلاثة ودينا من ثلاثة علي عليك شاركونا البث اخوان شاركونا البث يعني النقد بناء هسه الف عافيه ابوي الف عافيه الف عافيه نقد بناء يعني انت من يطلع بيان من بيان طلع من فعلا مجموعه خارجه عن القانون يعني زين هسه اني اذا امشي وشايل قاذفتي وافتر مو اعتبر هاي اعمال ارهابيه لو لا اعمال تريد تطلع الامريكان عندك برلمان قانون سنه وانت مقاومه محتله هسه انتم تضحكون على ارواحكم تضحكون علي انا يا مقاومه محتله هاي السالفه راحت من زمان لاكم مقاومه محتله ولا هذا السوالف مقاومه محتله هاي لو مقاومه محتله انتم تعتبرون انتم تقولون الكاظم امريكي خالتي اللي وافقت عليه داخل قبه البرلمان شهاده العامري وغير هذا العامري وكلهم حضروا بالتكليف هاي شنو هاي زواج احنا انتم زواج ما يضحكون علينا يضحكون على ارواحكم التكليف من صار مو هذا العامري وكلهم موجودين وسائرون وكلهم موجودين شلون امريكا توافقون علينا زين هذا العامري محمد الغبان تحالف الفتح مو قام يجدون فلوس من الامريكان قبل فتره قالوا على الولايات المتحده الامريكيه دعم العراق ماديا وان يكون للعراق الحصه الاولى بالدعم المادي زين شو انتم تجدون منهم من ناحيه فلوس ومن ناحيه والله لا ما حتى فشله عيب واحد يحكي قبل ايام ضربتوا قناه ام بي سي وراها رحت تجدون فلوس منهم تاخذون منهم فلوس الرواتب يا سبب حتى هنا الشيطان ظل صافن هنا حتى جمهوركم ظل صافن هنا جمهوركم يظل صافن انت هنا يعني الكاظم امريكي زين شلون صار رئيس وزراء شلون صار يعني اني ارد اشوفه احزان البحر دزي احد عزيزتي دزي احد من يجي ياخذ علاقه شلون صار رئيس وزراء مثلا الكاظم شلون يعني برايكم شلون صار؟ اكيد تحالف الفتح وسائرون وافقوا عليه تم التصويت عليه داخل قبه البرلمان واثناء التكليف كان موجود عن سائرون ممثل هادي العامري وغيره وخميس الخنجر وكلهم ما شاء الله المؤسس داعش وغير داعش كلهم حاضرين. زين بعدين ورا يوم تقولون امريكي هي مال كاكاو هسه بدنا نحكي بهاي العالم العائض أو علي عدي وقناة العهد تمشي وصيح علينا جوكرية وانت اليوم الصيح زين سؤال لك يا شيخ الأمين سؤال لك أيها الشيخ الأمين أنت تقول الكاظمي ليس المتظاهرين من وضعوه يعني أنتم اللي وضعتوه زين باعتباركم أنتم تتبعون المرجعية بالعلن تقولون نتبع المرجعية وسلما لمن سالكم زين المرجعية مو قالت جيبوا رئيس وزراء غير جدلي وفق إرادة المتظاهرين انتم شلون تخالفون المرجعية هو انتم مخالفيها منتهين بنها بس احنا شنو احنا نحطكم بالأمر الواقع لأن الله يوقعكم بزلات تمام شلون الصدري من يقول لي سيد مقتدى ما له شغل بالسياسة اجي اقول له سيد مقتدى نفسي تقال قال لا يمكن لرئيس وزراء أن يأتي دون موافقة مقتدى الصدر يعني نقد بناء يعني هو دا يقول هيك انت شلون تقول لي ما له شغل بالسياسة هو دا يحكي هيك هو أنا أخذك وجه بوجه ما أخاف أنطك إياها بالقصة أنطك إياها لا أخاف وما أعرف كلمة الحق ما أقولها لا أقولها والدي غلطان أقول له والدي واحدة اثنين ثلاثة قسما بالله كثير من الأمور والدي أقول له بوي أنت هيك عندك والدي ولا تقل لهما أفوا لا تنهارهما وقل لهما قولا كريما يعني أبوك ما يصير تقول له أف
اجيب اسلوب اقول له بويا بس هيجي وهيجي، والدي مباشره يقتنع. ما اعرف الحق، ما اعرف الحق، اقوله وحده اثنين ثلاثه يابا هاي عندك هنا، فلذلك ما اخاف لا استخدم لغه السب والشتم. لا فلان هيك انت هيك قلت، لا تقلب، لا تكذب. ابو عمار الخفاجي حياك الله، يقول مسانده الكاظمي خطوه للقضاء على الفساد والفاسدين. عزيزي احنا موضوعنا مجلس النواب اصلا اكمال قانون انتخابات، تحديد موعد انتخابات، محاسبة قتلة متظاهرين، ذني مطالب لهم. لو اعرف انا بوحدي اروح لها. اي انسان تشوفه اخواني ينزل له مقطع يخالف التوقيت وذن السوالف اقول له كذاب. اقول له كذاب. اكو كم واحد اخوان، اكو كم واحد قال ها الفيروس وهاي نزل له مقطع فيديو. بالنسبة مهلة الكوت شو صعدتم منا اللي كانت بامر من المالكي يا جماعة حركة البشائر. شو ذاك ذيك الفترة كان الفيروس هم ينبقى انته، شو ما حكيتوا لازم المالكي سفلة مدفوعين لكم الثمن. تخوش اي واحد اخوان تشوفونه يقول ها فيروس هاي الامور قلنا نشب، قلنا نشب اقعد بخيمتك اذا شو اسمه. ويا ريت يجي اتحدى قسما بالله، ذاك اليوم واحد مخالف هذا الشيء جيت قلت له لعدت شو وافقت على موضوع مهلة الكوت ذاك اليوم، والله كان قال مو احنا كنا ضد مهلة الكوت بس بعد قال انا هم واحد سبعة مو ضدها بس اطلعوا بيها بس احنا نقول فيروس وهاي. قلت له اذا ما تعرف السولف اسكت قسما بالله، والمقاطع الفيديو موجودة اذا تشوفوها. قلت له اذا ما تعرف اذا ما عندك جواب مقنع اسكت لا ظل تمصرين بحكيك. قلت له الناس مدفوع لها، لذلك ما خاف انا اعطيك اياها طق بطق. واحد سبعة انا عدت ثلاث نقاط اربع نقاط اروح احصلهن امام مجلس النواب. انكتل خلنا انكتل، انا مو احسن من 200 شهيد. خوش انا صفاء السراي هسه متانيني، عمر سعدون متانيني، قال لي احنا استشهدنا على مود هاي النقاط. ما ظل بعد هنا عنده عن خايف فيروس وذن السوالف، كان 800 شهيد شنو كانوا؟ واذا خايف من الفيروس ليش انت مو قاعد هنا أنا بالشارع؟ الفيروس هنا أنا شنو ماكو؟ ومن تنتقل لهناك اكو؟ بالنسبه للمحاضرين اللي اجوا من جميع المحافظات شو ما حكوا؟ ناس مثقف، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. المحاضر من نجم من بقيه المحافظات شو ما حد قال فيروس؟ يوميا وزاره الماليه الاعتصامات انتم جاي تروحون ماكو فيروس، فجاه من نريد يم مجلس النواب لسونتكم تطلع. هل انت مع بقاء البرلمان ام حله والغاء؟ عزيزتي شذا النظام اصلا البرلماني ترى نظام صحي. نباوع له نظام محاصصي، محاصصات. البرلمان ترى شيء صحي، وكل دول العالم النظام البرلماني نتيجة ثقافة الشعوب. احنا لا، من يصعد للبرلمان عباله انطيني وانطيك. لا، النظام البرلماني بالاحرى اسم النظام يعني موجود وجد لخدمة الشعب، لخدمة لا مركزية. كل محافظة يمثلها فد كم نائب، تمام؟ احنا الجماعة لا كتل. بهذا قانون الانتخابات اللي حصلنا راح نقضي على موضوع هاي ثانيا انا مع تقليصة. يعني ايش دعوة انا عندي مثلا 328 نائب واللي يتحكمون اصلا هم بالعراق سبعة ستة. ذول عبارة عن كومبارسات هيك. يعني انت المالكي نحسبهم، المالكي هادي العامري خميس الخنجر مقتدى الصدر من بعد يعني تقريبا مسعود البارزاني، يعني سبعة هم اللي يحددون نظام الحكم بالعراق، أما البقية عبارة عن كومبارسات. هيك اسكت احكي يعني ما حاجة لهالعدد النواب، احنا سبعة اللي يحددون. ها حبيبي تدلل احزان البحر. عزيزتي مو قلت لك
مو قلت لك خلي يجي اي واحد وانطيه؟ يعني جاي تعيدين نفس السؤال، دا اقول لك دزي اي واحد حتى انطي سله غذائيه. حياك الله حياك الله، تعال خليك سلخ. حياك الله. قلك وين هاي خيمه اسمها خيمه العز ما ادري شنو؟ انت ماخذها يا حبيبي؟ اي اخذ دلل. كم واحد انتم؟ اربعه. اي هاي تكفيكم، ومي ان شاء الله يجيكم بالليل. الدلل الدلل يا حبيبي. الورود لا تشابه. ليش رئاسة الجمهورية عزيزتي توافقات سياسية ما ترهم يرجع النظام الجمهوري كحكم مكانك بالجسمة، بس قلت لك النظام البرلماني صحي، والله والله نظام البرلماني صحي جدا. نظام البرلماني جدا صحي. بس ماكو داعي لهالعدد، كلش كافي فد 100. أحزان البحر إجا عزيزتي الولد وأخذ عليك العباس كافي سكتي. الانترنت إخوان جدا ضعيف، وانتم ما شاركون البث. شاركون البث. الانترنت جدا ضعيف، ان شاء الله فدناكم الشعب شوي يصحى، يعني شوي يصحى لعبة ما احسن. ما رجع حياك الله احزان البحر. الشعب يصحى شويه يبدي يفكر يعرف الصح من الغلط. حسام روح شوف انا ما اخذت خيمه من هناك. لا حجوا يا عمر مو جاي. شوف شوف خاف خاف. عمر قيس الفلوجي يقول مظاهرات 1/7 صح تاجلت؟ ماكو تاجيل ابد. وشنو حتى تتاجل؟ شنو هي الطماطه؟ هي ماكو شيء اسمه تاجيل. شاركونا البث اخوان، شاركونا البث اخوان. هيك واحد عنده دعمات دي، دعمات غذائيه، رقمي اسفل الشاشه، تواصل ويانا على الواتساب اذا كان عندك دعم مادي، دعم مواد غذائيه، تواصل ويانا رقمي اسفل الشاشه، تواصل ويانا على الواتساب. محمد سيفي استاذ علي احسنت، الله يحفظك حبيب استاذ، طرحك جميل ونقدك البناء جدا رائع. حياك الله ممنونك جدا. حياك الله. من هاي؟ طيب تمام. علي العراقي يقول ماكو رف حاوي ذيل خلي نضحك عليه شويه. احنا ما نضحك على الناس عزيزي، مع احترام لكلامك احنا ما نضحك على احد. احنا نعلم شغلنا، احنا هدفنا الاساس نوعي الناس. تمام. احمد الفائز استاذ خيمه سلام العقاب ودينهم من بدون اكل. عزيزي خلي يجيني اي واحد من عندهم، ودزيت الخيم كل الخيم، اي واحد يجي يستلم له سله غذائيه من خيمه الحمزه. دلل. حياك الله استاذ، حياك الله عزيزتي. ايش لا
شاركونا الاخوان، اي واحد عنده دعم مادي، دعم مواد غذائيه، رقم اسفل الشاشه، تواصلوا ويانا على الواتساب. شاركونا البث هسه شوي، وراح اخلي احمد ياخذ لكم فره بالساحه، وديكم على النصب. احمد قوم اخذ فره، بس خليك جيب الجهاز، خذ لك فره بالساحه، وديهم يم النصب، راويهم النصب، راويهم شو اسمه، وتعال جيب جهاز. حطه بجيبه برا عنا صوب يم الشهداء، وافتر وتعال. انا بقى نتلث علي عليك. ورد الربويه حياك الله. اخوان شاركونا البث، راح ناخذكم فره
والله مثل هذا الشهر لا يعني